كارثة بيئية خطرة على الشاطئ اللبناني، هكذا يصف خبراء البيئة المكب الضخم للنفايات في مدينة صيدا، والذي بات يعرف بجبل النفايات. جبل بدأ وجوده منذ أكثر من 30 عاما لينمو على مدى السنوات، ويبلغ حجمه حاليا ما يقارب 600,000 متر مكعب. ومن أبرز الحلول التي تطرحها بلدية صيدا هو إقفال المكب وإيجاد بديل آخر، خصوصا أنه تجاوز حد قدرته الاستيعابية. سوف يكون هناك 45 مليون دولار من أجل يعني القيام بأعمال شبيهة بالتي قامت بالنورماندي من خلال تنظيف هذه الرمول وطمرها في البحر إذا أمكن، بعد وضع حاجز بحري لمنع مزيد من التلوث في البحر. ما يراقب هذا المكان يمكنه مشاهدة عملية دخول الشاحنات المحملة بالنفايات لترمي حمولتها فيه. هذه الأعمال تتحالف مع العواصف والأمطار الغزيرة، ما يؤدي إلى انزلاق كميات كبيرة من النفايات باتجاه البحر، أمر يتسبب في تلوثه وهروب الأسماك إلى شواطئ أخرى. قاع البحر إذا بتشوف فيه نفايات بتخوف، لأنه قاع البحر كله نفايات، وهالنفايات عم تقلب قلب الرمل، والرمل بيقعد عليها وبتصير مثل نبات بالأرض على مساحة مئات ومئات وألاف الأمتار. وبتشوف أسوأ ما فيه أنه هيدي النفايات عم تمشي كذلك بكل البحر. وزارة البيئة تقول إن مشكلة النفايات تطال مناطق لبنانية مختلفة، فلبنان ينتج سنوياً ما يقارب 4,200 طن من النفايات، وبالتالي فإن الوزارة تعمل على خطة بيئية علمية متكاملة. أكيد رح نبلش بالمعمل، لأنه المعمل رح يأخذ النفايات اللي بتصير تنتج بشكل يومي، بينما الجبل ما حيستوعبوا المعمل، وبالتالي سيوجد مكان بالجنوب لمعالجة موضوع جبل النفايات. المكب في صيدا لا يحتوي على نفايات منزلية فقط، بل يضم أيضا مواد كيميائية وصناعية، إضافة إلى بقايا جيف الحيوانات. ويقدر خبراء دوليون ومحليون نسبة ما يحمله هذا الجبل من النفايات من سموم ومخاطر بيئية بما يعادله 1,000 قارورة غاز قابلة للانفجار، خطر يدركه الجميع، ويؤكدون على ضرورة الإسراع في العمل لإبعاده عن حياة 250,000 مواطن هو عدد سكان مدينة صيدا. لكن وعلى الرغم من كل ذلك، فإن الحل الجذري لم يتحقق بعد. سلفانا بشير، BBC، صيدا، جنوب لبنان.